بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، الصف الثالث متوسط لمادة لغتي الخالدة، الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله سنراجع في درسنا اليوم التواصل اللغوي الكتابي والشفهي والنصب الإثرائي. والنص الإثرائي. نبدأ مع درسنا الأول التواصل اللغوي. التواصل اللغوي، الهدف من هذا الدرس فهم معنى الاقتباس وقواعده في التعبير الكتابي، التعرف على المقال وعناصر بنائه وأنواعه، التمهيد. نمهد الدرس بهذا السؤال: اذكر نوعا من أنواع الكتابة درسته سابقا. فكر، حاول الإجابة. أحسنت، درست القصة والرسالة. انتقل لمراجعة الدرس ونسأل: ما المقصود بالاقتباس بالكتابة وما أنواعه؟ ما المقصود بالاقتباس بالكتابة وما أنواعه؟ فكر قبل أن تجيب. نعم، يقصد به الاستشهاد بأفكار الآخرين وآرائهم من المصادر والمراجع الأصلية. فالاقتباس هو عبارة عن نص تأتي به مستشهدا به لفكرة ما تطرحها، ويكون هذا الاقتباس على نوعين: اقتباس مباشر، بحيث أنك تأخذه حرفا حرفا، لا تنقص منه كلمة أو لا تأتي به بالمعنى، وإنما يكون النص هيكل النص كامل تضعه أمام القارئ. أما الاقتباس غير المباشر فهو أن تستعين به من حيث أنك تأخذ أفكار ومعلومات معينة منه، فتقوم بصياغة هذا النص بأسلوب جديد دون أن تشوه النص الأصلي. ننتقل للسؤال التالي: أعدد قواعد الاقتباس باختصار. ما هي قواعد الاقتباس أو ما قواعد الاقتباس؟ قواعد الاقتباس كالتالي: أولاً، الأمانة العلمية، وذلك أمر مهم حقيقة، لا بد أن يشير أو أن تشير ككاتب إلى مصدرك أو المصدر الذي اقتبست منه هذا النص أو هذا النص الذي وضعته أمام عيني القارئ. النقطة الثانية، أن تتجنب تشويه المعنى إما بالحذف أو الإضافة، بل تكون دقيقا في الإتيان بالمعنى. والأمر الثالث، وضع علامة تنصيص. علامة التنصيص مهمة جدا، لابد أن تضعها إذا أتيت بالنص، لا النص المقتبس، عليك أن تضع علامة التنصيص حتى تشير للقارئ أن هذا النص ليس من قولك، إنما هو قول أخذته من مراجع ومصادر أخرى. الأمر الرابع، كتابة كلمة بتصرف. إذا كان النص أو النص المقتبس مختصرا أو مشروحا، إذا ما أردت أن تأتي بمعنى النص أو تأتي بشرح له أو باختصار له، لا بد وأن تشير إلى كلمة بتصرف، بمعنى أن هذا الكلام
قد تصرفت فيه ولكن لم تغير في معناه، في مقصوده. الأمر التالي وضع 3 نقاط للدلالة على الحذف، للدلالة على الحذف. فعند حذف جزء من المادة المقتبسة يجب علينا أن نشير إلى ذلك. كيف ذلك؟ بوضع 3 نقاط أمام المادة المقتبسة للدلالة وكدليل على أن النص محذوف أو أن بعضه محذوف. الأمر السادس عدم الإكثار من الاقتباس، فالإكثار من الاقتباس يلغي شخصية الكاتب. حينما يأتي الكاتب اقتباس من هنا واقتباس من هناك ويكثر من الاقتباس ويطيل، فهذا الأمر يلغي شخصية الكاتب، فلا يبقى له شخصية كتابية لهذا النص الذي أو للفكر الأفكار التي يريد أن يطرحها. الأمر الأخير لا بد من أن يتوخى الكاتب الالتزام بانسجام ما بين النص الذي اقتبسه والنص الذي طرحه، لا بد من التزام بانسجام بينه وبين ما قبله وبعده، أي قبل نص الاقتباس وما بعد نص الاقتباس. للسؤال التالي أعرف المقال وأبين بما يوصف. المقال هو قطعة نثرية محددة بالطول تقدم فكرة أو تعالج موضوعاً أو قضية ما بأسلوب يجمع بين الإقناع والإمتاع، ويوصف بأنه ابن الصحابة. لاحظ، المقال قطعة نثرية تتكون تقريبا من ما بين 500 إلى 1000 كلمة محددة الطول، تقدم فكرة معينة. فكرة، هذه الفكرة قد تكون غريبة، قد تكون هذه الفكرة تحاكي الواقع، أو أنها هذه الفكرة تعالج موضوعا معينا في المجتمع في كثير من مناحي الحياة، أو قضية ما بأسلوب، أو قضية من قضايا الحياة بأسلوب يجمع بين الإقناع والإمتاع. لابد، بمعنى إذا كان إقناع لابد أن تكون هناك حجج، إذا كان إمتاع لابد يكون أسلوب الكاتب ذلك الأسلوب الجذاب الذي يجعل القارئ ينجذب إلى ما بين السطور فلا يترك المقالة إلا وقد قرأها كاملة. ولذلك يوصف هذا النوع من الكتابة بابن الصحابة. ننتقل للسؤال التالي، ما شروط اختيار عنوان موضوع المقال؟ هناك شروط 3 لاختيار العنوان. الشرط الأول أن يكون قصيرا، الشرط الثاني أن يكون مثيرا، الشرط الثالث أن يكون دالا على المحتوى. قصيرا، لا يتجاوز العنوان 4 كلمات على الأكثر. مثيرا، بحيث أنه يجذب القراء إلى المقال بدءا من هذا العنوان، يجذب القراء إلى قراءة المقال، والسبب اسم أو عنوان المقال، ففيه شيء من التشويق، أو هو التشويق ذاته. الأمر الثالث،
أن يكون دالا على المحتوى، أن يدل هذا العنوان على ما سيطرحه الكاتب من أفكار في مقاله. مثال ذلك، لو أن كاتبا أراد كتابة موضوع ما عن عقل الإنسان، عنون بموضوع مقاله بالأعجوبة الضعيفة، ستجد أن القارئ من هذا العنوان المكون من لفظتين فقط ومن تشويق في هذين اللفظتين الأعجوبة الضعيفة، سيقف القارئ على هذا العنوان ليقرأ المقال. ماذا يقصد الكاتب بالأعجوبة الضعيفة؟ هنا سيأتي القارئ ويقرأ النص ليجد المحتوى يتوافق مع العنوان، فهذا العقل الذي استطاع أن يسخر ما في الحياة له، فشق الجبال وبنى ناطحات السحاب واخترق الفضاء وقاوم الأدواء، إلا أنه ضعيف أمام قدرة الله، ضعيف مهما بلغ من قوة في صناعاته وابتكاراته. للسؤال التالي، ما عناصر المقال؟ هناك عناصر ثلاثة للمقال: أولاً المقدمة، ثانياً العرض والمناقشة، ثالثاً الخاتمة. ثالثاً الخاتمة. المقدمة تأتي غالباً في فقرة واحدة، والغرض منها جذب القارئ وتشويقه لمتابعة القراءة. فقراءة الكاتب ونظرته في كتابة مقاله لا بد أن تكون على هذا النمط، وهو أن يجعل المقدمة عبارة عن فقرة واحدة، والهدف منها كما ذكرنا هو جذب القارئ وتشويقه لمتابعة القراءة. ولذلك شروط، لذلك فالمقدمة لها شروط: أولا أن تكون قصيرة فيها تشويق تمهد للموضوع، إما بقصة أو بحدث أو باقتباس ومقولة أو بطرح بعض الأسئلة المثيرة أو بغير ذلك من الطرق. ثم بعد ذلك تأتي للب المقال، وهو العرض والمناقشة. العرض والمناقشة هو صلب المقال، يكون في عدة فقرات، كل فقرة تتناول فكرة جزئية معينة مفصلة، وتأتي الأفكار فيها متسلسلة ومترابطة، ويستدل فيها على بكلامه بأدلة نقلية وأدلة عقلية تثبت صحة ما طرحه من أفكار ومن آراء، حتى تقنع القارئ بما ذكره الكاتب. أما الخاتمة فهي نهاية المقال التي تقوم بغلقه، ومن شروطها القصر والإيجاز فلا تتجاوز فقرة واحدة. هي من شروطها أن تكون موجزة مختصرة تعطينا لب ما ذكره الكاتب من أفكار، وأيضا تعطينا استنتاج نهائي للقضية التي طرحها الكاتب. ننتقل للسؤال التالي، أعدد بعض أنواع المقال. هناك أنواع كثيرة للمقالة: المقال الاجتماعي
المقال الشخصي، المقال الوصفي، المقال العلمي. المقال الاجتماعي هو أن يتحدث الكاتب عن قضايا المجتمع حوله. المقال الشخصي هو أن يتحدث الكاتب عن نفسه وما مر في حياته من مواقف وتجارب. المقال الوصفي هو أن يصف الكاتب ما حوله. المقال العلمي هو ذلك المقال الذي يتعلق بالأبحاث وغيرها. هناك أيضا أنواع أخرى من المقالات: المقال الاقتصادي، المقال الرياضي، المقال السياسي، وغيرها من المقالات الأخرى. ننتقل إلى التالي: ما خطوات كتابة المقال؟ المقال حينما نكتبه لابد أن نسير على هذه الخطوات حتى نصل إلى مقال جيد. أولاً أختار الموضوع المناسب الذي سأطرحه. 2- أجمع المعلومات من مصادر متنوعة. أحدد الهدف من المقال في ذهني ككاتب. أنا عندما أكتب المقال لابد أن أحدد الهدف. لماذا أنا أكتب هذا المقال؟ ما السبب في كتابة هذا المقال؟ أيضاً أحاول أن أحدد قارئ بعينه في ذهني لأخاطبه أثناء كتابتي، والسبب أن هذا سيسهل علي سرد المقال كتابة. فأتخيل أنني أكتب هذا المقال كرسالة لأحد الأشخاص، ولكنه ليس رسالة، إنما هو مقال، ولكنني أتخيل أنني أكتبه وكأن شخصا سيقرأه. فعندما أكتب هذا المقال أكتبه وكأنني أخاطب هذا الشخص الذي سيقرأ هذا المقال. ننتقل للسؤال التالي: أبين الفكرة الصحيحة من الخاطئة في العبارات التالية. 1- يحسن الإكثار من الاقتباس أثناء كتابة موضوع ما. يحسن الإكثار من الاقتباس أثناء كتابة موضوع ما. هذه الإجابة وهذه الفكرة صحيحة أم خاطئة؟ فكر. أحسنت، إجابة صحيحة. الأفضل أن يكون المقال جامعاً بين الإقناع والإمتاع. هذه الفكرة صحيحة أم خاطئة؟ فكر. إجابة صحيحة. تأتي الخاتمة في المقال مخالفة للعرض مع تلخيص أفكاره. تأتي الخاتمة، خاتمة المقال مخالفة للعرض الذي هو صلب الموضوع مع تلخيص أفكاره. هل هذه صحيحة أم خاطئة؟ فكر. أحسنت، خاطئة. المقال في العادة يأتي على 5 فقرات على الأقل. هل هذه الفكرة صحيحة أم خاطئة؟ فكر. إجابة صحيحة وموفقة. ننتقل للسؤال التالي: فكرت في كتابة مقال عن المعلم، أي العناوين التالية أقصر وأجذب تشويقا؟ شرف المعلم ورسالته، الجذور الذي لا تموت، رسالة المعلم وواجبه، ما زلت أتعلم منك معلمي. أي العناوين الأربعة أقصر وفي نفس الوقت أجذب وأكثر تشويقا؟ فكر، حاول الإجابة. نعم، الجذور الذي لا تموت. لو لاحظنا هذا العنوان نجده قصير كغيره من العناوين الأخرى، ولكنه أكثر جذبا، الجذور الذي لا تموت.
هذا العنوان سيجعل القارئ يلتفت إلى المقال ويقرأ محتوى النص ليجد أن المعلم من الجذور التي لا تموت أبدا، لأن علمه يبقى لأجيال فأجيال أخرى. ننتقل للدرس الثاني وهو التواصل الشفهي، ونقول الهدف فهم معنى وجهة النظر ومعرفة مقوماتها والتأكيد على الفرق بينها وبين الحقيقة. إذن الهدف من الدرس أن نفهم معنى وجهة النظر والرأي، ونعرف مقومات هذه الوجهة أو هذا الرأي، وأيضا أن نؤكد على أن هناك فرق بينها وبين الحقيقة. ننتقل للتمهيد، ما الفرق بين الرأي والحقيقة كما درستها في نص الاستماع؟ ذكرنا سابقا في نص الاستماع أن هناك فرق بين الرأي والحقيقة، حاول أن تستذكر ما ذكرناه وتجيب عليه الآن. فكر، أحسنت، الرأي معلومة غير مسلم بصحتها ولا يتفق عليها الجميع بصورة قاطعة، عكس الحقيقة التي هي يتفق عليها الجميع ولا يختلفون فيها. ننتقل للسؤال التالي، ما مقومات إبداء وجهة النظر والرأي؟ ما مقومات إبداء وجهة النظر والرأي؟ هناك مقومات لإبداء وجهة النظر والرأي، ما هي؟ أولا الجرأة والشجاعة، الصدق، الوضوح، الشرح، التفسير، الدعم بالأدلة. الجرأة والشجاعة، أن يكون صادقا، أن يكون واضحا، أن يشرح، أن يفسر، أن يدعم كلامه بأدلة حتى يقتنع من يستمع إليه بهذا الرأي الذي طرحه وذكره. ننتقل للسؤال التالي، كيف ترى صحة العبارتين التاليتين؟ كيف ترى صحة العبارتين التاليتين؟ الرأي يتفق عليه الجميع عدا المتعصبين لآرائهم، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ فكر، أحسنت، خاطئة. فالرأي لا يتفق عليه الجميع، لا يتفق عليه الجميع، والرأي عكس الحقيقة تماما التي يتفق عليها الجميع كما ذكرنا. الفقرة الثانية، يبنى الرأي على ما يعتقده الفرد، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة، أو هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ فكر، أحسنت، صحيحة، إجابة سليمة. ننتقل السؤال التالي، يقول السؤال أربط بين القائمتين لأبين الفكرة ودلالتها في من يناقش ويبدي وجهة نظر ما. هناك في القائمة الأولى أفكار، هناك دلالات على هذه الأفكار تكون من يبدي الرأي، إظهار حسنات وعيوب الفكرة، الاعتماد على الحجة والحقائق، بيان خطأ أو صحة الفكرة المضادة، عدم التعصب والتحامل. عندك الدلالات، شرح وتفسير، سمو وأخلاق، أمانة في الطرح، ثقة وتأمل. فكر في الإجابة وحاول أن تربط وتصل بين القائمتين. إظهار حسنات وعيوب الفكرة، كيف تراها؟ نعم، أمانة في الطرح، أمانة في الطرح. الاعتماد على الحجة والحقائق، كيف تراها؟ فكر، أحسنت، ثقة وتأمل. بيان خطأ أو صحة الفكرة المضادة، كيف تراها؟ أحسنت، شرح وتفسير،
لهذه الفكرة وما يضادها. أخيراً، عدم التعصب أو التحامل للرأي، يعني صاحب الفكرة عنده رأي، إذا رأيته لم يتعصب أو يتحامل على الشخص الذي أمامه، فاعلم أن هذا من سمو أخلاقه، لأنه يريد أن يصل إلى الهدف، المناقشة المثمرة. لدرسنا الأخير وهو النص الإثرائي. النص الإثرائي الهدف منه مراجعة مواضيع الوحدة من خلال العرض والتطبيق على النص الإثرائي. الآن ننتقل للتمهيد لنسأل: أستذكر أبرز مواضيع الوحدة التي درستها. حاول أن تستذكر أبرز المواضيع التي درستها في الوحدة. نعم، رسم بعض المعلومات المفصولة خطاً: اسم الزمان والمكان، أسلوب الاستثناء، الصفة والموصوف. أحسنت، إجابة موفقة. بالتالي وللمراجعة، لاحظ النص الذي أمامك الآن: التخصصات المهنية والتقنية. لاحظ في هذا النص، إذا استقرأت هذا النص وقرأته من أوله إلى آخره، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة لتسترجع بعضاً من المعلومات التي درستها أو المواضيع التي درستها في الوحدة. أبين الصفة والموصوف في الجملة التالية وأوضح نوع الصفة. تولي المملكة أهمية بالغة. أين الموصوف وأين الصفة؟ وأبين نوعها. فكر. الموصوف، أحسنت، أهمية. الصفة، أحسنت، بالغة. نوعها، أحسنت، مفرد. أعبر عن مضمون الجملة التالية باستخدام أسلوب الاستثناء: قامت نهضة عدد من الدول على أيدي المتخصصين في مجالاتهم العلمية. فكر في هذه الإجابة وحاول أن تستخدم أسلوب الاستثناء كما تعلمناه سابقا في الدروس الماضية. من هذا النص حاول أن تأتي بأسلوب الاستثناء. فكر، حاول، أحسنت. لا تنهض الدول إلا على أيدي المتخصصين في مجالاتهم العلمية. إجابة موفقة. ننتقل تالي لنسأل: أستخرج من الجملة التالية اسم مكان واسم زمان، ثم أحدد نوعه ووزنه والسبب في ذلك. يساند معهد الإدارة العامة المؤسسات التعليمية في بناء المستقبل. أين تجد في هذه الجملة اسم مكان واسم زمان؟ فكر، أحسنت. الاسم معهد، دلالته، فكر، أحسنت، مكان. ما السبب؟ فكر. نعم، ثلاثي فعله عهد ووزنه مفعل. صحيح الأول عهد، صحيح الآخر وعين مضارعه مفتوحة، فلذلك عهد يعهد، يأتي اسم المكان منه على وزن مفعل. ننتقل للكلمة الأخرى، حاول أن تستخرجها. فكر، أحسنت، مستقبل. الدلالة، اسم الزمان. ما السبب في صياغته؟ غير ثلاثي ويصاغ بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. كيف ذلك؟ الفعل الماضي استقبل، هات الفعل المضارع يستقبل، اقلب الياء ميما فتصبح مستقبل. ننتقل للسؤال الأخير، وحدد الكلمة المفصولة خطا مع توضيح أجزائها في الجملة التالية: علينا ألا نغفل دور المعاهد في بناء القوى العاملة. علينا ألا نغفل دور المعاهد في بناء القوى العاملة. فكر، حاول. الإجابة، نعم. الإجابة، ألا، وأن حرف ناسخ مخفف ولا حرف نفي.
فإذا أتى بعد أن الحرف الناسخ المخفف حرف النفي لا، فإنه علينا أن نفصل بينهما. إلى هنا نقف على درسنا، وإن شاء الله نتابع دراسنا في الأيام القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.